اتك عليها مره ثانيه يا ابوي. الحقوني الحقوني بذبح امي. ايش تعبكم انتوا بيتنا؟ هد يا قوي هد هد، لا تشدها. وبنتي بفلوس؟ هلا خلاص انا اعطيك فلوس. تكفى يا ولدي، لا تعطيه لا تعطيه، الله يخليك. دم هذا اللي يبيه خاله هو حر. يا نواف يا نواف تعال معنا، انت ما تبي حق راسك؟ هلا خلاص امشي معنا. يعني بشبشب؟ ايه شبشب سوا. شعل الشبشب يا طراسك، امشي امشي يا ابوي. انت صاحي تجيب لنا المنتهي ده ترميه في الاستراحه هنا؟ تبغى تجيب لنا الشبهه انت؟ تحط راسك براس مريض. اهدى اهدى لا تشدها، حنا واقفين مع جارتنا مي. انت تدري ان ابوها متوفي وامها تعبانه. يا ابويا الشبو لحس مخه، ما في امل خلاص. اه صحيح حادثك ذا، انا عارف واحد دخل مستشفى الامل وعقل وتوظف وتزوج والحين اموره زينه. اجل خلونا ندخل مستشفى الامل، اذا ما استقبلوه بنتوهق فيه. يا ابن الحلال على الاقل ياخذ علاج. انت يا ابن الحلال فال الله ولا فالك، هدك افته مو بوقتك يا ابوي. شكله تعب من الصراخ ونام. مقفل عليه المجلس. الحمد لله، اهم حاجه انه ما مات. يا عيال يا عيال اخففتم في شرك. هذا سرقكم انتم بس؟ هذا باع نص اثاث بيتنا وباع سيارته وترك وظيفته. مو مهم اللي سرقه يا خاله، المهم ان نلقاه الحين ونوديه نعالجه. ابوي الله يرحمه توفى وهو راضي عني ويحبه، الين طاح بشله فاسده وضيعوه. الله لا يوفقهم. ان شاء الله بسيطه، لا تشيلين هم يا خالة، لا تشيلين. أنا صرت أخاف على أختي من ما ننام إلا وحنا مكفلين الأبواب علينا، كأننا في سجن. طول ما هو في البيت معنا كله مشاكل وخوف. طيب تعرفون وين مكانه الحين؟ الله لا يرده وين ما كان، الله لا يرده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نواف.